مساء الخير، مساء الجمال أعزائي المشاهدين. بعد انقطاع أسبوعين نرجع لكم في هذا اليوم في موضوع مختلف بعض الشيء، موضوع فيه من التاريخ وفيه من الجغرافيا. راح نجمع التاريخ والجغرافيا، راح نتكلم عن الحل والترحال والسفر، ويقال اطلبوا العلم ولو في الصين، وأيضا يقال في الروايات وفي الأحاديث فوائد السفر الكثيرة والعديدة. أبرز فائدة من فوائد السفر هي التعرف على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة والشعوب المتعددة في العالم. اليوم ضيفنا سوف يكون مختلف تماما، ضيفنا من الرعيل الأول، من آبائنا ومن أمامنا الكبار. اليوم راح يأخذنا في رحلاته في مناطق متعددة ويحدثنا عن مغامراته المتنوعة واللي خذاها في كل أرجاء هذه المعمورة. ضيفنا راح يكون اليوم الأستاذ محمد عقيل مسلم، حياكم الله. الله يحييك عمي، ومساكم الله بالخير. مساك الله بالخير كرامة. يعني في البداية أنا بنروح مع بعض، بنشوف تقرير نتكلم على بعض الجوانب وبعض التفاصيل مرتبطة في حلقتنا اليوم، فنطلع مع السادة المشاهدين ومع ضيفنا الكريم نشوف هذا التقرير ونرجع من بعد. تمر السنون وتسرق الأيام عمرنا، وتبقى الذكريات تتأرجح ما بين الحزن والسعادة والألم والسرور، ويبقى عطاء الإنسان خالدا وشاهدا على أن كويت اليوم هي بناء الأمس، قامت بسواعد الأبطال. ضيفنا اليوم هو أول رحالة كويتي خرج من الكويت عام 1922، كان في 19 من عمره ليقوم بجولة حول العالم على الدراجة العادية، تعرض للموت أكثر من مرة، واجه الخطر وطاف أماكن لا يعرف فيها أحدا وربما لا يجد أحدا، ولكن الخوف لم يتطرق إلى قلبه وطموحه لم يقف عند حد. نام في بيوت من دعوه كما نام في العراء، وأثناء رحلته التقى بالشباب والناس من كل لون، وحنينه يشده إلى بلده وطموحه يدفعه إلى متابعة الرحلة حتى طاف العالم كله. كان متأثرا برحالة العرب ابن بطوطة وسعى لوضع كتاب بعنوان إعادة ذكرى ابن بطوطة. سوف نتعرف على الوجه الآخر للرحالة الكويتي محمد عقيل مسلم من خلال هذا الحوار. عودة أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير اللي أعطانا يعني جزء بسيط جدا وفي محطات بسيطة جدا عن حياة ضيفنا الكريم. رحب فيك عمي مرة ثانية، ونبيك في البداية يعني تكمل لنا هذا التقرير، نبيك تكلمنا على بعض المحطات، أبرز الأشياء اللي تفتخر فيها اللي أنجزتها في حياتك وفي مغامراتك ورحلاتك. والله الإنجازات كثيرة، والرحلة كانت شيقة وممتعة وفي نفس الوقت كانت مخاطرة بالنسبة لي أنا، ولكن من يتهيب صعود الجبال يبقى بالدار في المنحدر، فحبينا يعني الرحلة هذه كانت نتيجة تشالنج يعني بيني وبين أكبر رحالة ألماني في العالم هو هنزة بورغا، تحديته أنا على أساس أني أقوم أنا، هو كان لف العالم على موترسايكل ويعني دراجة نارية، فأنا جيت من على الشباب سألت أن هل ممكن حنا بعد نقوم، كان يقول لي لا أنتوا تو ديرتكم حصلتوا على نفط وصرتوا والرفاهية جايتكم، ما أظن تقدر أنت تسوي هالرحلة هذه. سكت عنا. أنا يوم ثاني رديت فكرت فيها، قلت له شوف أنا بتحداك وبقوم في الرحلة على دراجة هوائية، أنت عندك موترسايكل، وطبعا كانت عند ريل واحدة مقصوصة كان من ضباط الحرب في ألمانيا، فقال لي ما تقلت له أقدر، قال لي قلت له تعال اكتب ورقة إذا أنا قمت بالرحلة هذه وطفت العالم وجبت لك الإثباتات ايش تعطيني؟ قال أنا عندي ميداليتين، ميدالية كريستوف كولومبوس وماجلان، وهذه الميداليتين واحدة صادرة من ألمانيا والثانية من إسبانيا، فأنا أتنازل لك عنهم. قلت له إنزين اكتب هالكلام.
فكتب هالكلام، قلت له لا مو كذي مو كافي امش معاي. كان الله ما ادري حي ولا متوفي عبد السلام شعيب، كان ايامها كان مدير امين اويل، كان ديكسن يعني ام سعود كانت. فرحت اخذت حوالي اربعه من الكويتيين والاخوان والاجانب، مضوا على هذه الاتفاق شو اسمه دي الورقه الورقه. قلت له الحين روح، فبدات رحلتي نتيجه هذه. وبالاخير انا قصرها اوقف عندها، بالاخير جيته ووريته اللي انا، فقال لي وين هو على باله الورقه هذه هي الاصليه. فاخذها ومزعها في بيته. قال لي ما عندك شيء ولا انا كتبت ولا شفتك. فانا ذيك الساعه ما عندنا سفاره في المانيا، رحت السفاره المصريه وقلت لهم، قلت لهم انا باخذ حقي من هذا الشخص. قال حنا نأيدك وحنا نقوم وياك، مكاتبات والمجلس البرلمان الالماني ايامها. وبالاخير الحمد لله التفتوا ان واتصلوا في الشهود وايدوا الكلام المكتوب على هذه الورقه ويابوه. وفي احدى جلسات المجلس عندهم جردوا من الميداليه وقلدوني اياها. في الميداليتين المانيا، في المانيا. فكانوا المجتمعين طبعا ايامها طلاب العرب ما كانوا وايدين قلال، لكن ترسوا المنصات اللي كانت موجوده في المجلس. فكان يوم مهيب حقيقه يعني، ويثلج الصدر يعني. فحتى السفراء العرب اللي كانوا هناك ما شاء الله عليهم يعني ما قصروا. فاخذت الميداليه وهديتها لجامعه الدول العربيه انا. لان هي مو مساله الميداليه، المساله انت قمت بشيء باسم العرب. احسنت. يجب يكون هذا الشيء موجود لدى الجامعه العربيه. فهذه اصل الرحله وكيف بدات وليش بدات. طبعا الرحله على على فترتين كانت. يعني من 57 ل 61 اللي ازمه عبد الكريم قاسم وخط على احنا بس عمي يعني قبل لا نتكلم شويه بتفاصيل الرحله اكثر، خلينا نوضح حق الساده المشاهدين. طبعا ضيفنا الكريم صار هذا الموقف بينه وبين هذا الشخص الالماني. هذاك الشخص قام في رحلته على سيكل دراجة نارية. فضيفنا الكريم تحدى وقال بأن أنا راح أدور حول العالم بدراجة هوائية، وقدرنا يحقق هذا الإنجاز. وصار الحادث اللي قبل شوي تفضلت فيه، فضيفنا قدرنا يطوف العالم بأكمله على قاري دراجة هوائية. فترتين عمي، الفترة الأولى الفترة الأولى أنا بديتها من باريس ولفيت أوروبا كلها. لما صارت الأزمة، أزمة عبد الكريم قاسم، ردينا طبعا نداء الوطن هني وانخرطنا في الجيش كمتطوع. ولما انتهت الأزمة كملت الرحلة، طلعت وكملت الرحلة. فالرحلة في أوروبا يعني ماكو شيء، مشاهد اللي مغشوشة عن الناس، كل عالم تعرف في أوروبا. لكن الأحداث اللي جرت علي في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أدغال الأمازون وفي الشرق الأقصى في الصين في تبت، وفي هذه المناطق هي اللي كانت. وحتى الجزيرة العربية يعني في الرحلة الثانية لما بعد 62 63 اللي اتجهت إلى الجزيرة العربية. المثال في احنا نعرف المهرة عندنا بالكويت، احنا نعرفهم زين لان عايشين معانا وكانوا بياعة بالسوق والكل يعرفهم. فكنت انا اعرفهم اعرف المهري انسان نظيف وصادق في عمله. لما رحت هناك في بر، طبعا المهرة يعيشون بعضهم على البحر، على بحر العرب، والبعض لا في الجبال داخل. فأنا حبيت أشوف هذه المنطقة الجبلية، بس ما كنت أتصور أني راح ألاقي ناس عرات، ناس يعني ما شافوا المدنية أبدا. حتى لما مسكوني أخذوا قارية، وطبعا العلم قارية أنا فولدينج بايز يعني تصفط القارية، أقدر أحطها لما أروح الجبال أحط القارية على تشتفير. فجردوني من كل شيء عندي، ما خلوا عندي حتى ملابس الشخصية. وقعدت عندهم عدة أيام هناك، حتى الأكل يعني شيء يسد الرمق. بس اللي عيش بس بس إيه. فانتهست ليلة من الليالي فرصة وانحشت منهم وطلعت بالجبال
وايد تعرضت لأخطار، تعرف أنت الجبال الصخور هذه حادة، وأنا لا جوتي ولا نعال ولا شيء، مكرم السامعين. فوصلت مشيت طول النهار إلى طلوع الفجر، إلى ما جيت إلى أرض منبسطة اللي هي تقريبا مقابل بر المهرة من الجزء البحري، فلقيت كامبينج هناك، يعني كامب مخيم ولا جنود انجليز من بعيد الظهر يراقبوني بالمناظير. فدزوا سيارة جيب، أنا بعد خلاص منتهي كنت يعني، فأخذوني شون جاي هني وليش جاي هني، قلت لهم والله أنا رحالة وكذا وكذا، وأخذوا أغراضي كلها. وتعرضت للضرب، يعني تعرف الضرب أظن ما كان مقصود أنهم هم يبعثون، ليش أخذوا أغراضي؟ لأن ما عندهم، ما يعرفون القاري شنو أصلا. صحيح. المهم هذول جابوا لي ملابس ولبست، وكان يقول ما خالف أنت ارتاح كم يوم بعدين نطلع وياك ونروح نشوف هناك المناطق. وفعلا ارتحت عدة أيام، ولما رحنا هناك ما قدروا يصيدون أحد منهم. عجيب. بيوتهم بالكهوف، كهوف. وبعض الأماكن راصين صخور على بعضها ومسوين لهم شبه البيوت يعني. والفرق بينهم وبين المهر اللي على الساحل يعني 180 درجة. يعني ذولي يعني على الأقل مثقفين، في عندهم مثقفين وناس شايفين الدنيا، أما ذلا كلش. وبعدين حياتهم بدائية، إلى ما كنت أصور في الجزيرة العربية راح ألقى يوم من الأيام بدائيين، يعني أكثر بدائية من أفريقيا. المهم أني أنا كملت هذه الرحلة، وبعدين أخذ بعض الأغراض اللي لقيناهم هناك، الأوراق، خرائط، البوصلة، بعض الأشياء حذ فيهم كل مكان اللي أنا اللي كنت مسجون فيه هناك. شيء اللي ما الشيء اللي يؤكل أكلوه، واللي ينلبس خذوه، بس بقى الأوراق هذه ما يعرفون يسوون فيها. المهم أخذتهم، عندي الخريطة، قال لي هذا الضابط الإنجليزي شلون تبسوي وين تبتروح خلنا نساعدك. قلت لا ما ابي انا تساعدوني بالسياره، انا بكمل رحلتي على خريطتي. فكانت البوصله معلقه برقبتي اول، فلما صار الاحداث هذه صارت، اعطاني ساعه واحد من الجنود بادلها مع عندي خنجر صغير، قال لي اعطني هذا الخنجر واعطيك يعني ساعه حلوه تفيدك في السفر. ف أنا أخذت الساعة هذه ربطتها وين؟ مع البوصلة، يم البوصلة، وحطيتها برقبتي. لما كملت الرحلة ماشي أنا على الخريطة والبوصلة، بدل ما أروح مع سلسلة الجبال، ما وعيت بعد 10 أيام إلا أنا على الأرض، يعني منطقة صحراوية ما فيها جبال. استغربت، قلت يمكن هذه المنطقة موجودة بالخريطة، ما لقيت هالشيء، يمكن موجودة وأنا ما أدري عنها. المهم كملت، قلت خلنا امشي، مشيت حوالي 7 أيام. لا ال ال صحراء، مو صحراء، رمال متحركه. ذيك الايام سنه 62 او 63 كانت مقابله مع احمد عبد العال الله يرحمه، فلو ما قلت لهم انا شفت الرمال المتحركه تبلع الشجر والحجر والانسان ما كانوا يصدقوني، يعني أصلاً ما كانوا يصدقون إن في رمال هكذا وناعمة مثل الطحين، ما كانوا يصدقون. الحين بدأ تظهر هذه الشركات اللي راحت والرحالين راحوا، كل يوم قاعد يحطون في الواتساب عن الرمال المتحركة، حتى واحد لابس لباس الغوص يبي يغوص بالرمال المتحركة. شفنا هذه الأيام، هذا في الربع الخالي يعني. في الربع الخالي توني عرفت إني أنا في الربع الخالي قبل نفوذ السر. حوالي مر علي 8 أيام 9 أيام، لا خلص الأكل، خلص الماء، بعد خلاص أنا بعد ما أقدر، ما كنت أقدر أمشي مستقيم، لازم أمشي يا أحب يا أمد يديني كذي على الرمل، لأن تفقص وتيك رملة كأنها موج وتغطيك مرة ثانية. صحيح. خلاص أنا كتبت وصيتي على بنطروني، ما كان عندي شيء بعد، ما لي خلق شيء، قلت اللي يلقاني هذه يمكن الأشياء تضيع، لكن ملابسي لابسهم أحسن شيء أكتب. كتبت عن موقعي وشلون صار وكذا، وأغمي علي بعد ما دريت. لما فتحت عيوني
ولا أنا هليكوبتر بطيارة هليكوبتر أطالع. قلت يا ربي هذه الجنة ولا النار، يعني شو السالفة بيني وبين أحاكي نفسي. فبعدين قال لي هذا الطيار وقال لي المهندس اللي كان موجود على الطيارة وطبيب، قال لا أنت بين مهندسين شركة أرامكو. إحنا يقول صار لنا 33 سنة في المنطقة هذه ما شفنا يوم واحد العواصف هدأت، كلها غبار وعواصف، والمنطقة هذه معروفة الرمال المتحركة وما نقدر نقرب عليها. ففي يوم من الأيام، يوم اللي أنقذناك حنا، يعني اليوم كان يقول لي اليوم شفنا كل شيء توقف، الهواء، الرمال، العواصف. وكانت فرصة يتقل حق الطيار والهليكوبترتين غامر نطور عليه نشوف شكو في المنطقة هذه. قال إيه، يقول بعد تعب يعني لما خليته يوافق. يقول طلعنا حوالي 30-40 مايل في المنطقة، يقول على حذر إذا صار شيء على طول نعلى بالهليكوبتر ونرد مكاننا. يقول شفنا شيء يتحرك على الأرض وتوقفت حركته، شلون ننزل له؟ نخاف لننزل والرمال والعواصف تبدأ. يقول نزلنا السلم، يقول أنا نزلتي مش ولا إنسان طالع كذي، لبست يدك كلها حارة في نبض. على طول قلت حق الطيار اطلع فوق، يقول حطيتك على صدري كذي وربطتك وياي على السلم هذا. وطلعنا بالطيار. يقول مجرد ما أن طلعنا حوالي 10 كيلومتر من المنطقة بدأت العواصف مرة ثانية. سبحان الله، ربك سبحانه وتعالى. كنا أنا دائما ألتجئ، وطبعا لا ألتجئ إلى أي شيء اسمه بشر إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا اللي كان مقويني طول السفر. ودائما كنت أردد ترى أنا طلعت يا ربي من غير شور أمي، لو قايل لها ما تخليني على الأقل أرجع أفرحها. زين، خل دام تكلمت هني يا عمي، خلني أسألك على والدتك ورضاهم عن طلعتك أو عدم رضاهم والدينك، ولكن من بعد هذا الفاصل خلينا نشوف هذا الفاصل مع المشاهدين، ومن بعد نشوف رضا والدين ضيفنا الكريم عن خروجه في هذه الرحلة من عدمه. عودة أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، رحب فيك ضيفنا الكريم عمي مرة ثانية. ويعني قبل لا تكمل لنا في هذه الجزئية، يعني في سؤال، أنت قلت بأنك طلعت كان السبب الرئيسي هو التحدي مع هذه الشخصية الألمانية، ما كان في سبب ثاني، ما كان في دافع ثاني خليك تطلع؟ لا، أنا دائما من طفولتي ما كنت أعترف في شيء اسمه مستحيل، ولذلك تحدياتي في المدرسة، خارج المدرسة، داخل، مع أي شيء اللي ما يقدرون ربعي يسوونه أنا كنت أسوي. يعني ولذلك أنا لما شفت هذا العري من غير يول، العضب هذا قاعد يدور العالم بريل وحده، أنا ليش ما أدور؟ شنو اللي يمنعني؟ فهذا لما بديت رحلتي قمت أشوف أشياء كثيرة غايبة عني، لو أقرأ أنا 100 كتاب ما يسد مكانها اللي أشاهده. يعني كل منطقة أو كل دولة لو قاري أنا عنها 20 كتاب ما يسد عن اللي شفته. فعرفت أني لازم أواصل وأشوف. زين عمي، بالنسبة حق الاستعدادات، نعم، استعدادك كان قاريك بس؟ بس قاريي وأدوات الطبخ وخيمة وسليبن باك، هذه كيس النوم، وجربندية اللي هي يسمونها الحقيبة مالت الظهر، هذه كل اللي كان، وعلم الكويت، وقمقمتين ماي. وأكلي كان أكثر الأحيان زيت وزعتر وطحين، عندي أسوي الخبز واستفيد من اللي ألقاه في إذا كنت في الغابات، أكو سراوة دود أبيض طويل أقطع الرأس والذنب وأطبخه وأكله. وبالصحاري أي شيء، كل شيء يزحف أنا أصيده وأكله. زين، كلمتنا عن يعني بالتفاصيل، نعم، كلمتنا على وضعك في مع المهارة، نعم، الجبليين والساحليين، نعم، نعم،
الموضوع في الربع الخالي واللي صار فيه. نعم. في نقاط أخرى توقفت عندها، قلت قبل شوي بأن أوروبا ما كان فيها شيء. نعم. الغريب جدا. في كثير، أنا لو بتحدث عن رحلتي كلها 9 سنوات تحتاج 9 سنوات. يعني يتراوالي تبي لك 4 أشهر بس تسمع. في حوادث أنا قاعد أنقل لك الأشياء الأساسية. الأساسية مثلا هذه، طبعا أنا شركة أرامكو بعدين قالوا لي إن إحنا عندنا موقع بس ما نقدر ندش أكثر من كذي، فانقلوني وما قصروا وعطوني أغراض جديدة بدل اللي راحوا عني، وكملت رحلتي. رجعت لقيت المشكلة في البوصلة والساعة. أنا بدل ما أمشي هذه اللي ضيعتك دخلت. أيوة. الخالي الساعة فيها ما كان البوصلة تدور، بالعكس كانت تأخذني إلى الشمال وأنا أبي الجنوب. فهني اللي ضعت وعرفت السبب، فما شلت الساعة مرة ثانية وحطيت على يدي وكملت. فتكملة لهذه اليمن طبعا ذاك على أيام الإمام، وقعت وكنت ضيف عليه في صنعاء، ومنها عبرت إلى أفريقيا إلى دول أفريقيا. طبعا المناطق هذه الصومال وغيرها كانت منطقة عامرة وأمان فيها على أحسن وجه، وبعدين أثيوبيا ودول أفريقية ثانية. ما تعرضت لأي شيء في أفريقيا إلا في وسط أفريقيا، في ليوبولدفيل، برازافيل، في المناطق هذه اللي كانت تدور فيها الحروب أيام باتريس لومومبا، فتعرضت لكثير من الأخطار هناك، ومريت في قبائل متوحشة جدا وقبائل لا غير متوحشة. خلنا نتكلم عن المتوحشين. نعم. صار لك مواقف معاهم؟ إيه طبعا، في قبيلة اللي يعني بس باجي يطبخوني، يعني ما شو اسمه ذي، أنا ما كنت أتصور إن في ذيك الأيام أني راح أواجه ناس يعني يأكلون البشر. فلما لقيت آثار لهذول القساوسة اللي يروحون لنشر المسيحية، في لقيت روس وايد، بس العجب أني المصاروة عندهم تحنيط الموتى. صحيح. هذول لا، نفس الرأس الآدمي بشكل يصغرونه، بكبره، بعظمه، بلحمه، بشعره، يعني الرأس اللي هو تقريبا 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر شو اسمه، هم يخلون لك الرأس الكبر. يعني يسوونه مرة ثانية ولا يعني؟ لا ما أدري يدخلونه. طبعا أنا ما شاهدت العملية شلون يسوونها. بس هم حسب ما فهمت إن عندهم أدوية خاصة، عندهم طريقة يسوونها. فلقيت في قبيلة من القبائل هذه اللي نص متحضرة ونص همج، فرئيسهم كان حاجزني عنده في الكوخ ماله، وكل جماجم الكوخ دار مدار من داخل جماجم وأشياء. مثلا لقيت أسامي وايد حق الألمان، بعدين عرفت إن لما عطيتهم حق رئيس ألمانيا في بون عطيتهم، قالوا هذول كانوا أساقفة وكانوا رهبان، فهذول مبشرين كانوا واختفوا آثارهم. فرقة 17 واحد، فرقة 12 واحد، فرقة 10، ما ندري، في أفريقيا راحوا. فلما أعطيتهم الأسامي عرفوهم وأخذوا مني المناطق اللي هم داشين. فأنا أتحين الفرصة بس أنحاش من ذولي، بس لازم أجمع قواي وأفكر أقرب منطقة على المدنية قربي. فعشان كذي بالليل هم نايمين وأنا نايم، طلعت أخذت حوالي 4 روس من ذولي، أبي أخذهم وياي إيفيدنس، أبي شيء يثبت إني أنا جيت هالمنطقة هذه. كان عندك كذي عم فكرة بأن تبي شيء يثبت إنك دشيت عندها؟ إيه طبعًا، لأن أنا كل رحلتي موثقة يعني، وحتى بكل شيء. والآن التحضيرات علشان إني أطبع هذه المذكرات جاهزة، بس واقفة على الطباعة. هي عن رحلتي حول العالم around the world in two wheels tour du monde بالفرنسي، فبعدة لغات، وعن غزو الكويت أيضا هم عندي. فبس أنتظر الفرصة، حين الفرصة عشان أروح وأطبع هذولي. خذيت 4 جماجم. أي، وطلعت طلعت يعني بعد ما مشيت مسيرة، يعني لقيت نفسي بين
مجموعات من الغوريلا. هني انا بعد هذا مو انسان تنطر منه يعطف عليك ولا ذي، فما ربك سبحانه وتعالى هو الساتر. اخذ طريقي بينهم، ما حد تعرض لي منهم، ومشيت. يعني طول المدة يوم ونص أنا كنت أمشي في هذه المنطقة بس ماكو أحد لاحقني، إلى أن وصلت منطقة الظاهر الزولو فيها أكثر من القبائل الأخرى. فجيتهم هناك وحدثتهم، قال زين اللي أنت طلعت هذول بياكلونك، لو قاعد بياكلونك. وفعلا كنت أشوف أنهم يحضرون أدوات ويحضرون شيء، عندهم مثل الجدور، طبعا مش شبيه الجدر الطبيعي كان موجود، لكن تحته يحمونه ويحطون نار وخشب وكذا علشان يحمون الماي لهم. وهناك افريقيا ما يبون الماي الحار، ليش بيحمون الماي الحار؟ علشان يطبخون او كذا. صحيح. المهم اني انا طلعت من هالروس، طبعا راسين بعتهم بامريكا، كل راس 36,000 دولار ذاك الوقت، وراس 50,000 جنيه بعته، وراس جبته معاي الكويت لما غزونا جماعة صدام. من الأغراض اللي خذوها من بيتي والهذه كتب وآثار والأشياء اللي كانت عندي وميداليات من رؤساء دول العالم، هذه كلها طبعا وحرقوا المكتبة مالتي، أكثرها راحت. لكن الآن فيها موجودة في المتحف الكونغرس الأمريكي من واحدة، أكو في المتحف البريطاني، أكو في أما يعني الثلاثة موجود، بس الرأس اللي عندي هو اللي اختفى. وكان بيتي في بيان موجود، الربعيون يشوفونه ويشوفون شبه متحف صغير مسوي. أيضا نقطة ثانية من النقاط اللي واجهتك فيها مصاعب. مصاعب تكلمنا على جنوب الجزيرة العربية وعن أفريقيا. في نيو جيني أنت سامع عنها؟ أي طبعاً. هذه نيو جيني بين أستراليا وبين أندونيسيا. هذه نيو جيني تقريباً منفصلاً نصين، كانت جزء منها لأندونيسيا وجزء لأستراليا. فأنا لما دخلت ذيك المنطقة أعرف أن المنطقة معروفة ومشهود لها، يعني أن فيها أمان وكذا. لما دخلت المنطقة هذه أيضاً كالعادة أوخر عن الأشياء اللي ممكن تسبب لي تسمم أو كذا. فمثلاً المياه المستنقعات ما كنت أشربها، أقعد 10 ساعات 11 ساعة عشان أغلي لي قمقمة أو قمقمة ونص ماي، أخلي البخار اللي يطلع من السسمة هذا هو الشرب مالي، لأن تأخذه مسموم. الحيوانات الفواكه اللي فيها ما تقدر إلا تتأكد إن هذا مو ملموس من الحشرات السامة أو الحيوانات اللي. فكانت لي مشكلة في الغابات، وخاصة غابات نيو جيني لأنها كانت سودة في وضح النهار، في الظهر اللي الشمس عمودية الظلمة. لما تي أماكن يعني الأشجار شوية خفيفة فتدخل بسبب كثافة الأشجار. أي كثافة الأشجار وأشجار طويلة جدا. فمريت في قبائل يعني شبه نص متحضرة، ما لقيت شيء غريب. إلى أن يوم وأنا ماشي في المنطقة، وهم نفس المصيبة حاشتني، إن هم البوصلة ما كانت تعطيني الرايت واي، يعني الديستنس مالي تغير. فلقيت واحد عريان يعني بس هاف ومع رشاش صيد، بس شافني كان يصرخ ام هنجري، ابي اكل، اي ام ثيرستي. قلت اصبر اصبر ايش فيك؟ وهو يمكن كان مو متين وايد يعني، لكن من كثر ما قارص البعوض وحشرات اخرى جسمه منتفخ كله ومزورق، يعني هذا كلش بيقعد يوم يومين ويموت من السموم هذه اللي حاشتها. ف كان يقول لي انا ولد روكفيلر حاكم نيويورك. انا الحين بالله عليك انا بعطيك اكل وبعطيك ماي، بس لا تقول لي انا ولد فلان ولد الملك الفلاني. اللي تكون انت انسان مثلي بشر، ابعم وظيفتي اني اقدر اساعدك.
المهم عطيته هذا بالغابات شو يسوي، اسلم شيء تاكله في جذوع الاشجار القديمه، تكسر الجذوع هذه اللي طايحه وفيها سراوه امتان تقريبا 3.5 إنش الارض شو اسمه الدوره مالت الدوده هذه، وبعدين للراس والذنب قصه هذا وحطه بالماء واطبخه. فكنت دائما عندي حوالي نص كيلو كيلو من هذا، وهذا بروتين خالص يعني، فكنت اكل واخش حق روحي. فعطيته هذا ما خلى لي شيء بعد، حتى الماء يشربه يا معود احنا اثنين نبي ناكل، يقول انا اشرب. قلت له تشرب من المستنقع سام وهو بعدين طبعا عرفت هذا صحيح كلامه، هو ابن حاكم نيويورك مايكل روكفيلر. فمشينا مع بعض مده في يوم تقريبا يوم الثاني الظهيره او العصريه كذي، واللي طلعوا لنا ناس على هالكبر يعني متر وعشرة متر وعشرين بس هذا طوالهم، لكنهم سمر. عادة السمر مو مشعرين مثلنا حنا البيض في شعر على أبداننا، بس السمر لا ملس ما شاء الله. فهذولي لا هذولي سمر لكنهم مشعرين وغير شكل يعني، وينطون على الشارج إنهم شوادي من شارة لشارة. حاطونا من كل صوب، هذا خافر تعب. قلت له هون عنك الحين تفاهم وياهم يعني، ماكو ما دام هو إنسان نقدر نتفاهم وياه. نو ذي والكلاس خاف، وهذا خايف يعني طول ايه أكثر رحلة هو خايف، ولما قربوا علينا خاف أزود شغل سلاحه عليهم ذبح منهم ما أدري والله إيش كثر. خلصوا الفشك يو صادونا، أخذونا بالأرماح، هذا جسمي أنا آثار الأرماح السابقة موجودة لا زال. فأخذونا إلى منطقة اللي كانت تقريبا شبه مكشوفة الأشجار، وهناك بانين بيوتهم بالأشجار مسوين لهم أكواخ في داخل الأشجار، فيصعدون ينامون فوق ما حد ينام حجر. والمنطقة تقدر تشوف السماء من هناك لأن الغابة هناك مي كثيفة، فتقدر تشوف السماء. ياباني أنا وياه حطوني أنا عند الشيرة وهدوني، طبعاً أنا ما أقدر أروح مكان عندهم، وبعدين ملابسي كلها أخذوها وملابسه أهوى. هو قعدوا عند واحد مربط عند واحد، وأنا يبوني عند جزء الشيرة قعدوني هناك. بعد شوي ولا جايبين مجموعة أعشاب أو أوراق، أنا على بالي كذي بالأول، لما حطوا الذي علي قاموا يعني مثل تصور اني انا هذا ويابوا غطوني بهذا. قلت هين هذا الواحد يقدر يطلع منه، بمجرد ما ترفع ايدك كذي الشوكه تدخل تبنجك الم شديد ومثل البنجح وشك تتخدر تتبرد اي. فاوه هذا شيء جديد بعد، فاني صج تألمت اني انا وقعت يعني بهالصوره السهله. المهم يوم هذا يابو وسدحوا بالقاع وربطوا يدينا وريوله مثل الخيات وشعلوا نار عندهم صخر، بعدين فيما بعد عرفت ان هذا فاير ستون يسمونه، حطوا يحطونه بالنار. الحيره هذه اللي صارت حمره كلش مثل اليمره شي تلق، يحطونه وياهم ريال كبيرهم هذا شعره كله ابيض بس ايضا هو مشعر، فيأشر على الجزء اللي بياكله، يحطون الحصمه او الحياره على الجزء الى استوى اللحم من جسم الانسان الجسم هذا ما اللي كان معك. ف يقطعونه بعدين يوكلونه، كان هو حي تقريبا حي. 12 ساعه او هالمحاري، وبعدين اللي خلص ذاك الشايب راح هذول يقطعون منه وهم كذلك ياكلونه. انا قلت خلاص بعد ما دام هذا ياكل باكر ياكلوني انا. في اتصور يومين كذي انا على الحاله هذه، ما كنت بس ايات قرانيه اللي حافظها اقراها واتوسل الى الله كالعاده، اني ترى من غير شور امي مي راضيه وانا طلعت وذي على الاقل ارجع افرحها. يوم ثاني
ما أعطوني ماي، ما أعطوني أكل، العطش ذبحني. فسمعت طلق ناري، بس عقب الطلق قلت هذا يمكن شيء مو طلق ناري، أغمي عليه خلاص، بعد ما فيني حيل أكثر من كذي. لا أكل ولا ماي أبدا، مو لي. وبعدين هم كذلك لما أنا انتبهت لنفسي ولا مع مجموعة ناس حمر صفر غير شكل، أسمعهم يقولون أنت مايكل، you are مايكل، مايكل talk to us، حاجنا. أقول لهم يبا أنا اسمي محمد مو مايكل. لا لا، يقول حق رفيجة، يقول ترى هذا من الشوك اللي هو فيه حتى اسمه ناسي. هذاك يقول له، يقول له اشتح وناسي اسمه، وهذا هذاك يهودي وهذا مسلم، منين ياب اسم محمد وصقى بروحه. فكنت أسمع هذه على بالي خيال أو شيء، أو أنه نايم شيء من النوع، وأنا كانت حقيقة هذه. إلى ما يابوني إلى أقرب منطقة في نيوغيني على البحر، دخلون المستشفى هناك مستوصف صغير وعالجوني. وذاك بعدين لما استرجعت ذاكرتي عدل، كان يقولون لي، قالوا لي أنت منو؟ قلت والله أنا رحالة كويتي كذا كذا، أعطيتهم تفاصيل. قال لي أنت مو مايكل روكفيلر؟ قلت له لا. قال ما تعرفه؟ قلت له ما أعرفه، بس كان وياي واحد التقيت فيه بالغابة وكان معاه رشاش. قلت لهم القصة اللي حصل. قال تقدر تدلين على المكان اللي، قلت هالمكان اللي أنتم منين شلتوني؟ قال إحنا شلناك عند هذا، وكانوا مجتمعين عليك هذول البوشمانز اللي عايشين في المنطقة هذه، يمكن يكونوا كانيبال بعد. فأنقذناك من هناك، بس ما قدرنا، صدنا اثنين يهال صغار وياهم موجودين الحين عندنا. ففي هذه الحالة تذكرت أنا إيش قال إيش صار. قلت لهم كذي كذي كذي، يمكن يكون هذا مايكل. ذكرت، قلت لهم أكو قلادة برقبته شنها سلسلة، يمكن مال الشرط مال الجيش مال شيء، أو هو داخل العسكرية ما أدري شني. هذه أذكر أنها ما قدروا يقطعونها إلى شو اسمه ذي، فيمكن مع الحرق هذه يمكن طايحة هناك وما يستفيدون منها. فخر يعني إذا أنا استصحيت وصرت عدل أروح أدليكم، ليش لا؟ في هذه الأثناء نقلوني إلى سيدني بالطيارة. سيدني هناك كنت في المستشفى حوالي شهر وشوية. فيا هذا روكفيلر وقال لي أبيك بس تقص لي شلون صار. قلت له كذي كذي كذي. قال حنا سمعنا أشياء أخرى عن يعني. قلت له والله هذا أنا اللي حصل لي هذا. فعلا كان يقول أنا دافع لمرتزقة من دولتين، من أستراليا ومن أندونيسيا، أنهم يدورون على ولدي، دافع مليونين دولار، فبدل ما يلقون ولدي لايقينك أنت. فالحين قل لي أنا شنو. قلت له، قال إذا استصحيت أنت أنا مستعد أعطيك يعني مقابل هذا، على أساس أنك تدلين المكان. وفعلا هذا اللي حصل. أنا قاعد أختصر ترى، فيها وايد كان، بس قاعد أختصر. واضح إيه؟ وايد الاختصار. فبينا معاهم إلى منطقة نيوغيني في نفس المنطقة هذه، طبعا هالمرة بهليكوبتر ومجهزين وسيارات مدرعة. دخلنا هنا المنطقة هذه، هم كذلك هذول جايين يطيرون، بتلقى العيايز تلقى اليهال، فجمعوا لهم مجموعة أيضا مرة أخرى من هذول. فلقينا هذا شو اسمه، ولقينا جمجمة مايكل، فأخذوا العظام والجمجمة قالوا يدزونه نيويورك يصورون هناك لأنه يقدرون يعرفون. طبعا هذا فيما بعد، بعد شهرين جت النتيجة أنه نعم هو. فقالوا لي هناك في أستراليا، أنت ليش ما تروح المنطقة وتحاول تكون وتجيب تيم اللي أنت تحبه، أو تبي حنا نعطيك تيم ويمعوا هذول، خلنا نثقفهم على الأقل، خلنا نعلمهم نطلعهم من البدائية اللي هم فيها. قلت ما يخالف، ما عندي مانع، هم بشر واجب، ما دام عندي وقت أوكي. فرحنا هناك، سووا لهم هناك كامب ونيب الهال، قعد 6 أشهر هناك. في خلال 6 أشهر بعضهم كانوا يجون حق عيالهم ويجون كذا، فنصيدهم ونحطهم معاهم. طبعا فيما بعد سووا كامب سموه أكيل، AQEEL على اسمي أنا. ف
انا بعد مدتي انتهت يعني ما لازم اقعد هالكثر ولا كان بقعد 20 سنة وانا ادور في العالم. بس شنو اللي استفدت منه؟ انا طبعا المنطقة هذه درستها كلها. الحين لو تروح انت على خرائط العالم تجد اللي انا قاري حوالي 25,000 كيلومتر مربع ما شاء الله، يعني عدد الاشجار والحشرات والمياه والصخور وجيولوجية الارض كل هذا مثبت عندي، وانا اعطيته حق يونسكو وكان استفادوا منها في رسم الخرائط وغيرها. فهذه المنطقة تقريبا تقدر تقول أنا مكتشفها، ما كان داشها بشر قبلي أنا هناك باستثناء هذه المجموعة. بهذه المجموعة أي بس، ولكن قبلها أكو، بس هذه المناطق ما حد داشها من قبل. فمن هناك بعد طلعت وجيت مرة ثانية إلى أندونيسيا، وكان بإمكاني أن أروح من أستراليا إلى نيوزيلندا، بس حبيت اني ارجع لاندونيسيا بس بشوف المناطق الشبيهه لهذه. فوجدت جزر عديده، جزر غير ماهوله في اندونيسيا، يعني كالجنه حقيقه. فمريت في هذه الجزر، وكان عندي مسوي لي انا بروحي طوف، يعني اطفى على الماي من الخشب البامبو، وقلت بعبر في هذه الى استراليا. وفعلا في مسيرة حوالي 9 أيام وصار موج وذي هذه والطوف تكسر. يعني تكلمنا عمي على هذا وضعك في البحر وهالتسعة أيام هذه، ولكن بعد هذا الفاصل مرة أخرى سمحك العذر. تفضل. فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نتواصل في حوارنا إن شاء الله. عودة أعزائي المشاهدين مرة أخرى معكم، وفي هذه الرحلة تعتقد عمي 5 سنوات عدل تقريباً 9 سنوات. تسع سنوات. خلينا نتكلم عن البحر من أندونيسيا إلى أستراليا. إيه. 9 أيام في البحر. إيه. صنعت لك مثل طوف. إيه نعم. وعشت مع البحر 9 أيام. نعم. هذه ما كان يعني الأمطار هناك دائماً موجودة والأسماك تقدر تصيد، وكنت يعني راهي على الرحلة هذه إلى ما صار طوفان، يعني هيجان البحر والأمواج قامت ترتفع غير شكل، فما قدرت أسيطر على الطوف، فطحت من الطوف، الطوف تكس يعني تفكك نتيجة الأمواج القوية، وقمت أسبح تقريبا 21 يوم أنا على الماي أسبح، لكن الله سبحانه وتعالى نجاني من اليراير. هناك اليراير مالت استراليا معروفة يعني، فربك سبحانه وتعالى نجاني. لكن اللي كنت أشربه مياه الأمطار، وأي سمكة أي شيء أصيده أكله ني، لين بأخيرة صيد الشحوني من بعيد ويوني ما مو مصدقين اني انا حي وفي هالمنطقة هذه. المهم جابوني الى الساحل الاندونيسي الاسترالي، وطبعا انا الاشياء المهمة مثل وثائقي مثل الكرت مال الامم المتحدة مال اليونسكو، جوازي والاشياء هذه كان في كيس نايلون ومربوط بجسمي. أوه. يعني هالاشياء الهامة وفلوسي. فلما عرضنا قالوا هذا الرحالة اللي كان عندنا قبل مدة، لأن الصحف الأسترالية كانت تكتب عني. فكان عندهم باكراوند عني، يعرفون من أنا. طبعا من هناك أيضا رحت إلى نيوزيلند، وفي نيوزيلند كان يعني أنا شو أقول استغنيت من نيوزيلند لأن حصلت على أحجار كريمة، حصلت على ألماس ذهب. ذاك الوقت ما كانت القوانين والقيود على هذه، فأي واحد كان يروح ممكن ياخذ ويطلع. فأنا يعني حقا كسبت الكثير منهم هناك.
فهذه بالنسبة للشرق. الشرق الأقصى أيضا عندك التبت، يعني أول واحد يتراوالي غير بودي يدخل إلى المعبد اللي هو مكان حجهم، حج البوذيين. فيروحون له وهم يركعون ويسجدون ويطلعون وعلى بطونهم تسحبون. أنا واحد إنجليزي هم رحالة، قلنا نروح يا ننجي يا نروح فيها، المهم نشوف هالمكان. وفعلا دخلنا المعبد هذا، لكن مثل البقية ما كل عيوننا وما نكلم أحد عشان يعرف عنا شيء، ونشوف حركات هذول شي يسوون ويسوي مثلهم. دخلنا هذا التمبل ما تصدق، هذا كل ذهب وأحجار كريمة، يعني ممكن الإنسان يسرق ما يشاء ولا يحسون فيه، بس هم الأمانة عندهم عجيبة. يعني ما أحد يلتفت إلى هالأشياء، وكل بس الأكل يعطون حق المونكس هذول اللي يدرسون هناك، لأن الظاهر مثل ما تقول الأزر بلا تشبيه عندهم هناك لهم بدينهم يعني. فقعدنا هناك مدة، وكانت مخاطرة جدا علينا، ممكن أي ساعة يكتشفونا ويقتلونا. بس تعلمت شيء واحد هناك، تعلمت طريقة الخروج من الجسد، شلون تطلع من جسدك شلون. فأنا لما أقول لبعض الناس اللي ما عندهم معلومات كافية عن الموضوع ولا درسوا عن المونكس، إيه يقعد مقابل الكتاب الذهبي مالهم، يتربع يقعد على شكل اليوغا وما يتحرك من مكانه خير شر. هذا يسمونه أعتقد الهبيونيب، هذا الخروج من الجسد، يعني يطلع بروحه برا وجسده، لكنه مو ميت. هذه تبيلها رياضة، والعلمك الحين شون رياضته. فأنا طالع ذيك المرة قلت حق هذا الإنجليزي ما معقولة، حنا الحين نتناوب على هذا 10 أيام صلينا، الريال ما قام من مكانه، لا راح تواليت راح حمام ولا شرب ماي ولا ميت، هذا أخاف بس جثة. كان يقول هذا تعال خلنا نروح يمه. رحنا هذا شاب ولاعة ماكو أحد يوم شو اسمه، ولا على الصبح تحت الصبح ولا حرك صبح مولية خير شر. قلنا لا يبا هذا بس جي ميت. يوم اللي احنا تركنا بعد ما نبي نروح ونشوف يعني نراقبه، تحرك قام وأول شيء سواه بعد ما قام شرب ماء. فإحنا نبي نعرف السر، شنو السر، وين يعني، ما يصير تحرق صبعه وما يحس 10 أيام لا ماء ولا شرب ولا أكل ولا ذي. استغربنا من هالحادثة هذه، وشلون الجسم يتم هكذا يعني. طبعا حنا كنا خايفين أحد يعرفنا، ولذلك مشينا بسرعة، جينا عن طريق البحيرة نفس الطريقة اللي جينا فيها، ردينا مرة ثانية وجينا إلى مناطق بودية ثانية، لكن الأجنبي كان يدش. فالتقينا في مونكس، قلنا له شلون أنتوا تقعدون هالمدة الطويلة من غير ماي من غير شرب من غير خروج من غير أي شيء، كيف حل؟ قال إحنا هذه رياضة نقوم فيها، نطلع يعني أجسادنا يعني موجودة، ولكن أرواحنا مو في الجسد، حنا كروح برا الجسد. كان يقول الحين أنا أطلع من جسد. قال شوفوا الحين إيش ما تبي تسوون في البدن سووا، شوفوا أنا أحس أو لا. قعد خلال 5 دقائق، قال إذا 5 دقائق مرت ما تحركت سووا اللي تبونه. الإنجليزي منصوب وأنا منصوب، خلنا جد نحرق فيه، نحرق فيه أصابعه، نغزه بالدبابيس، أبد ولا حتى ولا عينه ترمش ولا شيء، ماكو رياكشن، ما ردت فعل أبدا، ما مشي. بعدين عده لما رجع إلى جسده سألناه شلون الطريقة هذه، قال هذه رياضته، إذا أنت يعني الواحد اللي بيتعلم هذه لازم يتوقف عن أكل الحيوانات، أكل أي شيء ذي روح، ويعيش كفيجيتيريان، وفي نفس اليوم كل يوم إيه أنت أرسم لك رسمة دوارية سودة في جدار أبيض، وطالع هذا اقعد
قاعدة اليوغا أو القاعدة اللي أنت يعني متعود عليها تقعد. إحنا كمسلمين نقعد للصلاة، قعداتنا للصلاة هذه نقدر نطول فيها مو مشكلة. وطالع بس هذه الدائرة السوداء، حاول إن طول هالمدة هذه أنت ما شنو ما تفكر في شيء، حاول تنسى حتى إنك قاعد تتنفس، فضي مخك من كل شيء من أي. حاولنا أنا وقعدنا حوالي 18 في الشهر السادس، أنا حسيت إني شيء مثل كأنه يطلع من خشمي كذي، أشوف أنا نفسي هناك لكن جسدي قاعد هني، قاعد أطالع جسمي. استغربت، خذني جربت عملي يعني. إيه عقب 6 أشهر من التمرين اليومي كل يوم 8 ساعات 9 ساعات مجابلين هالدوارية السوداء ومع الطوفة البيضة. الإنجليزي عقبي أنا كم شهر وصل إلى نتيجة بعد. فكنت لما تلفزيونات العالم أيامها بالستينات يسألوني شلون يصير هذه شلون، ما شو أقول لهم يعني شنو الإثبات على هذا. إلين الله سبحانه، لما كنت في فيتنام مرينا في فيتنام في سايغون، إذا تذكرون أيام ما كانوا الأمريكان في سايغون الناس تبتطلع تبتروح السفارة الأمريكية يهجمون عليها هجوم عشان يطلعونهم بالهليكوبترات ذي. يا واحد مونك قسيس، هذا يسمونه مونك، هم مو قساوسة مو مسيحيين بوذيين، يا سيارته بيجو بيجو موديل 58 59، وقف عدال السفارة الأمريكية ونزل جاب له جالون بنزين وشان يكت البنزين على روحه مولية، وقعد هذيك القعدة اللي يقعدون عليها ايش اسمه ذولي البوذيين، ريل من تحت ريل كذي اليوغا يعني قعدة اليوغا. ف وشب الكبريت وبس. انا ركزت عليه الكاميرا ابى اشوف في خلجه في وجهه تتحرك، ابدا. واحد قاعد يحترق ما يحس موليه ابد، ولا ولا تحرك لا طرف ولا شيء ابدا، الي ما صار في حمو كان تطيح الجثه كذي على بعد. فهني انا صورت ودزيت الصور لكل اماكن اللي قلت لهم وكانوا يصدقون. هذا بعد تصوير سينمائي قدامك. الان انت لما تدخل على احداث سايغون سنه 63 ترى هذا بوضوح موجود ومصور بالكامل. انت صورته؟ نعم. فهذه العلوم موجوده بس قله من يعمل. هم البوذيين وايد متقدمين فيها. وفي ايام كانوا ايضا العرب يخرجون من البدن ويسيحون، لكن بالنسبة أنا لما أفكر إن هل ذو فائدة هذا أو شنو اللي فيه، ما فائدة، إنما هو سيطرة على النفس وسيطرة على الجسد في آن واحد. فقام لما شافوا الأشرطة هذه وشافوا الأحداث اللي صارت في سايغون، مو هذا واحد، هذا واحد من هذا كان رئيس معبد في سايغون اللي عمل كذي، لكن وايد شو يسمون من هذول منهم المونكس يو حرقوا انفسهم بنفس الطريقه. نفس الطريقه لما هو يكون خارج بدنه ما يحس بالالم، ماكو الم للجسد لانه هو خارج البدن. لكن اذا قال لنا هذا الريال، وهذا انا امتحنتها في عده اماكن، لما تطلع من البدن لازم تنوي من قبل وين بتروح وش تبي تسوي وترجع. لكن اذا جيت وما لقيت، مثلا انت قعدت القعده هذه وطلعت من جسدك، يا واحد وجاسك على البال انت ميت، شال الجثه وداها مكان او غير المكان اللي انت فيه، لما ترجع انت المكان وما دليت جثتك خلاص انتهى موضوعك. لان ما تجي اذا وجد جثتك اوكي، اذا ما وجدتك تعتبر من الاموات. جيد. ايضا عمي من الاسئله، نعم، او من المواقع المهمه، انت التقيت ايضا في الرئيس جون كينيدي رئيس الولايات المتحده. إيه سنه اعتقد واحد اللي كانت ولايته سنه 61 63. تبيك تكلمنا ايضا على هذا؟ والله هذه المساله عجيبه يعني
مو بس هذا جون كينيدي، جون كينيدي، نهرو، وبعدين الدكتور زاكر حسين رئيس جمهورية الهند. يعني أنا كإنسان أمثل الشعوب العربية في رحلتي، لا أمثل الحكومات علشان أحد يأخذ علي مأخذ. ولذلك كنت حر وأقول الكلام اللي مثلا جون كينيدي، أنا بعد تعب حوالي أسبوع مع السفارة المصرية والسفارة الباكستانية حتى قدروا يأخذون لي موعد مع جون كينيدي 5 دقائق بس. وحتى أصر علي السكرتير ماله اللي عند الباب، قال لي واتشور، يعني طالع ساعتك على طول، من تصير ال5 دقائق قوم على طول واطلع. قلت له زين. دخلنا، كان السفير الباكستاني الحين ما يحضرني اسمه كان، والسفير المصري دشوا معاي المقابلة هذه. فعرفني السفير المصري كذا، لأن هم أيضا عندهم شيء الظاهر قبلي أنا يبون جون. فقعدت أنا شلون شفت أمريكا؟ قلت والله زينة وحلوة وفيها كل شيء وأماكن جميلة، يا ليت حنا عندنا هذه مثل الطبيعة اللي عندكم، لو عندنا الطبيعة هذه كان أيضا حنا نستمتع فيها. وقام فجأة طلع لي بسؤال، كان يقول لي أنا بسألك سؤال أبيك تجاوبني بصراحة. قلت له شنو؟ تفضل. كان يقول لي أنتوا العرب لازلتوا تعيشون في البيوت السودي، يقصد فيها بيت الشعر، وتأخذون التكنولوجيا مالتنا سياريرنا وكذا وتودونها للصحاري، وبالسنة حسنة يلا تسبحون، أنتوا شلون قايلين وأنتوا إلى آخره. قام يقول كلام يعني غير منطقي أصلا عن العرب. فأنا هني صراحة أثرت، طلعت ساعتي ولا أوف ما باقي ثواني. قلت له يور إكسلنسي يعني عندي أنا وقت 5، قالين لي 5 دقائق أقعد عندك، 5 دقائق لازم أطلع، والحين انتهت ال5 دقائق خلاص. كان يقول لي أقعد. هني الرئيس الدولة لما يقول لك أقعد لازم يقول لك أطلع، إذا بتطلع أقعد على كيفك، ما عندك محدودية بعد. إيه. فقلت له أرد عليك على سؤالك؟ قال لي إيه تفضل. قلت له يوم هذه السوالف اللي قلتها طبعا فيها من الصحة شيء وما فيها من الصحة شيء، ولكن عندما كنا احنا في الجزيرة العربية قبل الإسلام مالك حق علينا، لأن البشرية كلها كانت تماثل بعضها، إنما بعد الإسلام أول معلوماتك أقول لك إن الإنسان فينا المسلم يتوضأ 5 مرات ويتسبح، ولما إن العرب جنسيين أيضا ممكن يمارس الجنس معه، في كل ليلة تشوفه يتسبح كل يوم الصبح قبل الفجر يتسبح، فمعناته هذا كلامك صحيح. أما أخذ سياراتكم إلى بيوتنا كبيوت شعر في البراري، هذا يحدث حتى عندكم، أنتم عندكم وايد المورمن وغيرهم وغيرهم يستحيل أعملهم كذا لكن أنا بذكرك في شيء واحد سعادة الرئيس، وهو لما كنا إحنا في الحالة هذه شنو أنتوا كنتوا؟ قراصنة، قتلة، تأكلون بعضكم بعض، فرنسا ضد أمريكا، ما كانت أمريكا أيامها ولا كنتوا أنتوا، فكانت يعني بريطانيا مع فرنسا حروب، ألمانيا مع أنتوا كنتوا عايشين يعني إجرام في إجرام، قتل في قتل، لا تهمكم الإنسانية لا من قريب ولا من بعيد. إنزين، وسويت الدين مثل عينة فرتوا على كيفكم، سويت الدين المسيحي على كيف ما تبون، كنتوا تجيبون أنتوا بعدين ما اكتشفت أمريكا كنتوا تجيبون أحرار العالم من أفريقيا وتستعبدونهم في بلادكم. وين الإنسانية؟ وين الأخلاق؟ فإذا أنتوا هذا مجتمعكم هذه وثقافتهم مبنية على لا أخلاق، وإلا هذا شنو ذنب هذول اللي أخذتوهم من أفريقيا واستعبدتوهم هالمدة وتور، وللحين بلادك مو أيام الستينات كانت مطاعم في أمريكا بس للبيض، العبد ما يدش، باصات ما كانوا العبيد يركبونها. ف
رديت عليه رد يعني طول حوالي ربع ساعة وأنا حاكي كان ضحك واستانس وقام وهو أول ما دشيت عليه قاعد في الأريكة مالت هذا الكرسي الهزاز ويهزز حتى ما قام من وراء الطاولة سلم عليه المرة قام على طوله يعني وكان يقلب قال أنا سامع عن شجاعة العرب وصراحة العرب لما نقرأ بالتاريخ إن مثلا ممثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما راح إلى ملك الفرس أو الروم كان الواحد ما كان يتوقع منه كان يقولون الكلام اللي خلي ذاك الملك أو الأمبراطور أصلاً يطلع من طوره صحيح لقوه فالآن عرفت أنتوا العرب شنو أنا ما كنت أقصد إهانة لك ولا للعرب بس بغيت أشوف الشجاعة هذه لا زالت موجودة فيكم والآن وجدت الحين بعد أنت ضيفي الحين بدق على زوجتي تغدى ويانا اليوم في البيت الأبيض والمهم أنه عزمني وهذا قال حق السفير المصري والباكستاني ممكن أنتوا تحبون روحوا خلاص يعني ما أنا دخلت إلى الغرفة اليمها كذي ولا هذه زوجته جاكلينيات ورحبت فيني قالت قلت لهم أنا ترى شنو تبي تأكل قلت أي شيء ما في لحوم فيجيتيريان والدهن إذا تحطون إذا تسوون على البخار شيء على البخار أكله لكن إذا في دهن أو مقلي ما أكله بعد هذا على أساس يعني الشرعي والحلال والحرام الحرام والحلال وبعدين ما تعرف شنو فيه هذا صحيح فالأحسن وأنا 35 سنة فيجيتيريان ما أكلت لا لحوم ولا ذي وكنت بصحة وعافية الحين طحت من كثر ما أكل لا طولة العمر والعافية عمي فهو أول شيء طلب لي ميدالية الشباب الشجعان الأمريكي يعني تعادل الدرجة الأولى من الميداليات بالنسبة للشباب عطاني إياها وبعدين أخذني الغداء وليما بالليل ولما أدى الليل قال تحب تبات هني وباكر قلت لا بروح أنا عندي مواعيد ثانية بروح وقال لي طيب نطلب لك قلت لا أنا جيت على قاري عند بيت الأبيض بطلع مقاري هذا المهم إنها هذه واحدة من اللي وقعت معاي مع رؤساء الثانية مع جواهر لال نهرو زين خلنا نقولها بعد الفاصل عمي ايه تفضل رايك عساس الريح مع أساتذة المشاهدين تفضل. فاصل ونعود لنتكلم عن هذه التفاصيل والقصص المدهشة حقيقة عودة أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل يمكن اليوم طبيعة حلقتنا صارت عبارة عن سرد بعض الحقائق وبعض الأمور من قبل ضيفنا الكريم وصراحة أنا يعني في غاية السعادة الله يسلمك نتكلم في مثل هذه الأمور وهذه المواقف اللي تعلم حقيقة ويعني إحنا أبنائكم وشباب الكويتي كلهم أبنائكم اليوم إن شاء الله أنت قاعد تنقلنا عن جزء كبير من الفائدة أيضا نبي نخليك تكمل ولكن عندنا وقت يعني وقتنا صار ضيق بعض الشيء وفي بعض أسئلة أيضا ودي أسألك إياها قبل الختام إن شاء الله تفضل. نبيك تكمل لنا القصص القصة الثانية الأولى كانت مع جون كينيدي والثانية مع جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند فهذا ربيب غاندي بعد يعني ما يحتاج نتكلم عنه الكل يعرفه أنا مريت في ولاية أسام فوق بنغلاديش في المقاطعة هذه يعني كانوا المسلمين اللي موجودين هناك لما شافوني أنا مسلم وراعيهم وكذا كان يقول أنت ليش ما تكتب عنا إحنا قلت له شنو عندكم قال أنا كمسلم لا يمكنني أن أمتلك قطعة أرض إلا لما أزوج إحدى بناتي إلى واحد هندوسي علشان الأرض تسجل باسم البنت هذه شو تسمونها عنصرية قال اكتب عنها عشان الناس تلتفت علينا فأنا هذا أخذت الورقة الوثيقة اللي فيها ما تحريم المسلم من امتلاك الأرض باسمه فكانت معي الورقة لما جيت أنا كنت بمبي الله يرحمه عبد الله السالم كنا عند عبد الله السالم بعد ف كان حاكم بمبي ذيك الأيام قال عزمه عيسى اليوسف الجناعي
فيعني عبد الله السالم يقول لي ترى حط بالك لما انت تدخل على هذول المسؤولين لا تهوس عليهم ترى يعني بيقول لي لا تكلم بصراحه كذي بهذا المعنى. المهم فلما جيت دلهي كلوفيس مقصود امين الجامعه العربيه في نيو دلهي كان ففيصل عيسى اليوسف قال لي لما تروح دلهي قول حق كلوفيس عشان ياخذ لك موعد مع نهرو. وهذا اللي حصل. فيوم اللي رحنا انا وياه انا طبعا بقاري اروح القصر الجمهوري ومجلس الوزراء فجيت عند هذا ودخلت عند نهرو سلمت عليه وقعدت هذا ويا بولي شاي كان يقول لي وين قاري؟ قلت له برا. قال خلنا نطلع في الصور طبعا هذه اللي شفتوها في نهرو طالع برا يشوف قاري وكذا. فبعدين ردينا داخل. لما ردينا داخل قال شنو انطباعك عن الهند؟ قلت له انت يا نهرو قاعد تقول حق جون كينيدي عندكم التفرقه العنصريه والعنصريه هذه بس انتم عنصريتكم اكثر من ذلك. جون تفاجأ كان يقول لي كلوفيس مقصود بالعربيه. شو عم بتقول؟ كسيبو. قلت له شنو؟ انا ما اتكلم باسم الحكومه يبا، انا اتكلم باسم الشعوب العربيه اللي شفته لازم اقوله واجب علي. وحملوني اهل ذيك المنطقه الرساله هذه. فقال لي شنو شفت؟ قلت له انتم عنصريين اكثر من جون كينيدي وغيره من رؤساء هذول العنصر. فانت حاط يعني شرط لمواطن هندي يعيش في ارضه على ارضه يزوج بنته لواحد هندوسي حتى يمتلك الارض هذه معيشته. كان يقول وين طلعت هذه؟ قلت له هذا القانون في ولايه اسام. قال له هذا قانون قديم جدا مو مفعل. قلت له لا انا توني جاي من اسام مو مفعل في اسام ولا غطى قانون اخر. تاثر طبعا قال انا اوعدك اذا هو شو اسمه نشيل هالقانون هذا. انا ما كنت اعلم. قلت له شلون رئيس وزراء انت رهيب غاندي شنو ما تعرف هذا الكلام يعني نوسنس ما يعطي معنى بالنسبه لي انا ولذلك حاول ان تنقذ هذولي. فهذا الكلام اثار ضجه في نيو دلهي وفي الصحف الهنديه شلون واحد عربي شاب يكلم رئيس دوله رئيس جمهور رئيس وزراء بهذه الشفافيه وبهذه الصراحه وفي نفس الوقت ينتقد الهند امام رئيس وزرائها شلون عيل لازم انتقده. طبعا عقب هذه وهو ايضا نهر وايد ارتاح للمساله هذه قال انت انه دخلت على زاكر حسين كان ايامها رئيس جمهوريه الهند. منظر اللي خلاني فعلا دمع عيني هو يلبس نظارات سوداء. دخلت عنده كان يقول لي انا جدا ارتحت من كلامك مع نهرو. انت لا ترتجي منا خير. انا كرئيس جمهوريه عباره عن صوره في اطار لا اربط ولا احل صوره في كل شيء برئيس الوزراء. شفت الدمعة نزلت على خده من وراء النظاره فعلا نزلت دمعتي. انت رئيس جمهوريه ما تقدر تتخذ قرار يعني كله بروتوكولات ما بروتوكولات وغيرها. فطبعا هذا القانون لله الحمد بعد 3 أشهر ألغوه. إيه فكان كنت على اتصال مع بعضهم ذيك الساعة بنغلاديش كانت باكستان الشرقية يعني كان إيست باكستان وست باكستان. بنغلاديش كانت تابعة لباكستان كدولة إسلامية بعدها صار الانقلاب ولكن انقلاب وحشي لأني رأيت أنا البنغال حقيقة يعني ما أقول 100% لكن الأكثرية وحوش يبون أولاد الباكستانيين اللي كانوا من لاهور اللي من ويحطونهم في مجموعات شيابة ويكتون عليهم بنزين ويشبون فيهم. حتى القنصل المصري في نفس الميدان القنصلية يشهد على ذلك. حتى أنا بغيت أقط روحي أروح قال لا يقتلونك هذول ترى ما يعرفون الحين في الانقلاب هذا ما يعرفون الصديق من العدو ولذلك اقعد لا تنزل. جيد عمي احنا عندنا مجموعة صور أيضا من مغامراتك وراح ترحالك الدائم والمستمر نبي نشوفه ونبيك تعلق لنا عليها بعد إنك إذا تعطونا الصور ولكن بشكل سريع. يعني عندنا هذه الصورة عمي إيه هذه جريدة حماة الوطن جريدة الجيش الكويتي أيام ما كنت أنا في الجيش.
صورة الغلاف كانت صورتي، وهذا هذيك الكتابة كتابة عبد الله السالم الله يرحمه بخطه في سنة 62 62 نعم. اللي بعدها هذه الصورة، هذه مع سليمان الصانع كان سفيرنا في طوكيو. وهذه والله يا ولدي لك علي مات كتابة يابانية أو شيء لك علي مات. هذا تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا هذاك اللي تقريبا تقدر تقول هو المؤسس للنواة ماليزيا. هذه العائلة اليابانية اللي أنا عشت بينهم وأقدر اليابانيين لأخلاقهم يعني أخلاق توب وإرادة قوية، والعجيب إنهم ما عندهم شيء اسمه تقاعد، يعيش يشتغل إلى ما يموت وبإخلاص وكأن المصنع ماله وماله أبوه. هذه العائلة طبعا ورتني اليابان، ولما قابلت الأمبراطور في اليابان طبعا هذه قصة طويلة أنا شو أقول وش أخلي يعني ما أقول ما أقدر. هذه صورة سيارتي البرمائية لأن أنا لفيت العالم أو لفيت أجزاء من العالم هذه السيارة البرمائية أيضا بعد رحلتي هذه وأنا أنزل في مرمرة بحر مرمرة ومع البواخر أعبر المضيق دردنيل وكنت أعبي سيارتي بنزين في البحر في محطات الوقود في البحر. هذه ما هذه المؤامرة اليهود كانوا الشباب اليهودي كان بغى يقتلني عدة مرات يدهسوني بالسيارة طبعا يكسرون قاري لكن أنا الحمد لله أنجي منها ولله الحمد. هذه الصحف العربية، هذه سيارتي في إسطنبول أمشي. هذه صورة في قنصليتنا في بمبي، هذا فيصل الرضوان عيال البسام، فيصل عيسى اليوسف، محمد الحميدي، هلال المطيري، فتحان هلال المطيري والمجموعة هذه اللي كانت. هذه السفارات لما أيها طبعا بعدين صارت سفارات الكويت كانت تعطيني ورقة تسهيل أمور لما أمر، لكن أنا كان معاي كتاب من الأمم المتحدة ومن منظمة اليونسكو يسهلون الدول هذه تسهل أموري في السفر. هذه الصورة أيضا عمي هذه الصورة هذه لها قصة بروح. هذا ملك وملكة هنزة كينغدم في شمال شرق باكستان. هذه المملكة ما فيها فلوس يعني أنا ما عندي من زراعتي أخذها على الحدود الصينية أتبادل وياهم وأي، والعالم والناس هناك يعني تعيش 150-140 سنة، بعد 100 سنة يطلعون أسنان جديدة، فما عندهم إلا الملك مالهم والملكة هم يشتغلون في أرضهم. الحين شفتهم في كامل لباسهم يعني وكشختهم لأن هذه الصورة من بيروت، فكانوا دائما كل سنة مرة ينزلون إلى بيروت. فهناك لا لابسين لبس. هذا الدكتور زاكر حسين رئيس جمهورية الهند كاتب، هو طبعا كلهم كاتبين لي بأقلامهم. وقع لك على صورته؟ لا أيضا كتابته. هذا حاكم برليس في ماليزيا، هذه السفارة الصينية عطتني. هذا خالد سليمان العدساني الله يرحمه، وأنا والرفاعي عبد الله ومجموعة في سفارتنا في الأردن في عمان. هذا في عمان. هذا حاكم شو اسمه أندونيسي، في تدري أندونيسيا عدة جزر جاوة وسومطرة، فهذا واحد من حكام هذه المناطق. زين عمي أنا بسألك يعني الحين إحنا يمكن تكلمنا على جزء صغير من الرحلة. نعم. ويمكن فيها بعد إذا بنتكلم فيها نفس ما قلت قبل شوي نحتاج أشهر عشان نخلصها. طبعاً. كم كان عمرك ذاك الوقت؟ أنا بديت رحلتي عمري 15 سنة. 15 سنة. إيه. بس العيب اللي فيها كان من غير شعور أمي وأبوي. هذا سؤالي الثاني. إيه. الوالد والوالدة. إيه. عانوا الكثير، لكن رحلتي الثانية لما جيت بعد أزمة عبد الكريم قاسم راضيتهم وهذا، وقلت لهم هالمرة إذا بروح بقول لكم، وفعلا هذا اللي حصل. لكن في الرحلة الأولى وايد تأذيت أنا. على الرحلة الأولى، خلنا نتكلم على الرحلة الأولى. نعم. شنو كان موقفهم؟ شنو كان وضعهم؟ والله عايشين
عايشين في حالة رعب ما يدرون ولدهم وين في. أنا ما كانوا يتوقعون وما قصرني شيء، ايش حق رايح على ما يفكرون اني انا ابي عندي رغبات وابي شيء بحققها لبلدي لوطني العربي لكذا. فايش معنى يعني احنا اصل الترحال للعرب، ايش معنى يطلع واحد الماني احسن منا؟ في شنو احسن منا؟ العربي اذا اراد ان يعمل، انا اقول دائما للحكومات العربيه عطوا فرص لشبابكم حتى ينتجون. الانسان العربي المسلم قادر أن يفعل، ما تتصورون إلى أي حد، أعطوه الفرصة، أعطوه فرصة. بالرحلة الثانية شنو كان موقف الوالد والوالدة؟ لا لما يو وايد ناس ربعهم وكذا وأهلي والجيران كانوا مستانسين، فالوالد شوية هدأ. الوالدة كانت تحن وايد لأنها مو متعلمة أن تفارق عيالها وايد، كلش كلش قبل نطلع سفر ولا مكان شهر اسبوع اسبوعين، لكن مو 9 سنوات مو كذا. ولكن الحمد لله رب العالمين اني انا خلصت الرحلة وقوي، واشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة هذه، وجميع الاخوة اللي في ذاك الوقت ساعدوني في اني اترحل وكانوا يشجعوني على الترحال. والآن ذكريات نعم ذكرياتي طبعا لما اتذكرها وايد اشياء، وديك لو كنت فلان يا ليت سويت كذي، يا ليت قعدت اكثر، يا ليت. يعني انا حتى في مناجم الماس، مناجم احجار كريمه اكتشفتها وشعر. يعني شوف الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على اله وصحبه الميامين يقول سافروا ففي الأسفار 5 فوائد: علم وآداب واكتساب معيشة وصحبة ماجد وتفرج عمن. أنا لقيتهم كلهم. يعني الله يقول فسيحوا في الأرض انظر. يعني الإنسان عليه أن يطلع يشوف، ما ينولد في مكان يموت في نفس المكان. عمي إحنا الوقتنا قام يخلص، ولكن أبي أسمع منك كلمة أخيرة توجهها حق شبابنا اليوم. شنو ودك تقول حق عيالك اليوم، حق عيال وطنك العربي، عيال بلدك، عيال دينك الإسلامي أيضا؟ والله أول شيء أنا أقوله افتكوا من هالدجال اللي بيدينكم، افتكوا من هذا الدجال اللي هو يعني في كل رواياتنا عن عن الرسول عن الدجال، ترى الدجال مو بعيد عنه، ترى الدجال مو مذكور أنه إنسان، الروايات تقول أنه عين له عين واحدة في وسط جسمه، هذا الكمبيوتر هذا التلفزيون الحين صار مولي الواحد ما يقدر يفارقه اللي هو الموبايل الحالي. فكل شيء كانوا يقولون الدجال يعطيك المشرق والمغرب، هذا وقاعد يعطيك المشرق والمغرب، يعطيك كل شيء، يفسدك كل شيء فيه. هذا يبتعدون عنه ويرجعون إلى الله، يخلصون لله. احنا مسلمين بشر عرب لنا آثار، يرجعون إلى الله. إحنا ما قاعدين نحمد الله سبحانه وتعالى، الشاب لازم يحمد الله على النعمة اللي هو فيها إنه صحة جيدة وما ناقصه شيء، لازم يعمل، يعمل لوطنه لأهله، يتفقد، صلة الرحم أهم شيء. الآن تقاطع قطع كامل، الشباب ما ماكو قليل من الشباب اللي يزور أهله، شوف أخوان ما يتشافون بالسنة حسنة. ولذلك أنا أنصحهم أنهم يتقيدون بدينهم وفي نفس الوقت يفعلون ما يشاءون بقدر، يعني عندهم القدرة وعندهم الوسيلة يعملون لصالح وطنهم، يعملون يشتغلون للوطن لأنفسهم لأهلهم، وبعدين يبتعدون عن التبذير. إن المبذرين، يعني قاسم الله سبحانه وتعالى المبذر مثل الكافر صار بلغة القرآن. ولذلك هذه نصيحتي للشباب. طبعا القعدة معاك عمي والحكي معاك ما ينمل، ضيفنا الكريم شكرا لك الرحال الكويتي محمد عقيل مسلم على هذا الوقت الثمين اللي أعطتني وهذه المادة الثرية اللي نتعلم منها إن شاء الله، إلى أن نلقاكم في حلقات أخرى في دوام صحة وعافية من رب العباد. إلى اللقاء.